إدارة العدل إطلاق النسخة المطورة من تطبيق ناجز للأجهزة الذكية، تشتمل مجموعة من التحسينات للارتقاء بجودة خدمة المستفيدين، ليصبح إجمالي خدمات التطبيق 83 خدمة عدلية. وبلغ عدد الخدمات المقدمة من التطبيق خلال العام الماضي أكثر من 50 مليون عملية مقدمة للمستفيدين، كما عقدت أكثر من 700 ألف جلسة قضائية في التطبيق. للحديث أكثر مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا وكيل وزارة العدل المساعد للتحول الرقمي والتطبيقات العدلية المهندس بندر الصانع. أهلا بك مهندس بندر، مع هذا الإطلاق الجديد للنسخة المطورة، ربما تحدثنا أكثر عن مضامين هذه النسخة وعن اختلافها عن النسخة السابقة. أهلا بك أختي وبالسادة المشاهدين والمستمعين، حياك الله. النسخة الجديدة من تطبيق ناجز واللي وجه فيها معالي الوزير بإطلاقها رسميا تأتي ضمن الأعمال لتحقيق مستهدفات الوزارة ضمن رؤية المملكة 2030، واللي من أبرزها الارتقاء بجودة الخدمات العدلية وتحقيق العدالة الناجزة. النسخة المطورة من تطبيق ناجز تمثل نقلة نوعية في طريقة الوصول وأيضا الحصول على الخدمات العدلية. التطبيق تم إعادة تصميمه بالكامل لتكون كافة الخدمات العدلية متاحة على مدار الساعة وعن بعد ومن أي مكان بالعالم من خلال جوالات المستفيدين دون الحاجة للحضور الشخصي للمقرات العدلية. جميل. حاليا 83 خدمة عدلية تقدم عبر التطبيق. طيب، في نهاية هذه السنة أو في الربع الأخير من هذه السنة كم ستكون عدد الخدمات؟ التطبيق الآن زي ما تفضلتي يحتوي على 83 خدمة عدلية. هذه الخدمات تمثل معظم احتياجات المستفيدين من خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق وغيرها من الخدمات العدلية، ونستهدف بحول الله أن تكون كافة الخدمات العدلية متاحة عبر تطبيق ناجز بنهاية الربع الرابع لهذا العام، وبذلك تكون المملكة الدولة الوحيدة بالعالم اللي قامت برقمنة كافة خدماتها العدلية وجعلتها متاحة على جوالات مستفيديها. طيب جميل. مهندس بندر، كما ذكرت هناك تطبيق، أيضا هناك منصة رقمية وبوابة لوزارة العدل، ما الفرق بينهما؟ هل هناك سرعة من حيث الاستخدام أو ربما خدمات أكثر في هذه عن تلك؟ الله يسلمك. منصة ناجز تخدم الأفراد وأيضا قطاع الأعمال وممثلي الجهات الحكومية وأيضا المحامين، أما تطبيق ناجز في مرحلته الحالية فهو يستهدف بشكل أساسي الأفراد سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو من زوار المملكة. اللي يميز التطبيق عن المنصة هو السهولة الكبيرة في الوصول للخدمات العدلية من خلال جوالات المستفيدين، وكذلك سلاسة استخدام الخدمات ومتابعة القضايا وحضور الجلسات وأيضا تقديم الطلبات على قضايا وطلبات التنفيذ ونحو ذلك. مع هذا الإطلاق الجديد للتطبيق المطور، هل من حاجة لإطلاق أيضا بمعيته بعض الفيديوهات أو العروض المرئية للشرح عن كيفية الاستفادة من هذه الخدمات على أكمل وجه دون الحاجة إلى إرسال بعض الاستفسارات عن كيفية استخدامها؟ صحيح. مع إطلاق التطبيق بدأت الوزارة بنشر مقاطع تعريفية عبر قنوات التواصل الاجتماعي عن التطبيق وعن الخدمات المتاحة فيه، لكن من المهم ذكره هنا أنه التطبيق صمم بطريقة بحيث أن المستفيد لا يحتاج لشرح ومعرفة طريقة الاستخدام. استخدام الخدمات صمم بطريقة سهلة وسلسة، بالإضافة أن الخدمات في التطبيق تحتوي على تعليمات لمن أراد الاطلاع. ومن المهم ذكره هنا أنه عملية تطوير التطبيق مرت بعدة مراحل، وفي كل مرحلة يتم أخذ مرئيات ومقترحات المستفيدين من خلال ورش عمل واستبيانات ولقاءات أيضا مع المستفيدين. هذا المستوى من مشاركة وإشراك المجتمع في تطوير الخدمات العدلية
مكن الوزارة من تطوير التطبيق ناجز الجديد بتجربة رقمية سهلة وسلسة لكافة المستفيدين دون الحاجة لشروحات مطولة وما إلى ذلك. إذا كان هناك يعني معايير محددة اعتمدتموها في التطوير مهندس بندر؟ صحيح صحيح نعم. ما هي هذه المعايير أو الركائز التي اعتمدتموها لتطوير التطبيق وأيضا الجهات المشاركة في هذه العملية؟ الركيزة الأساسية الله يسلمك هي خدمة المستفيدين والتسهيل عليهم بجعل كافة الخدمات العدلية متاحة بين أيديهم، وهذا من أبرز مستهدفات الوزارة ضمن يعني رؤية المملكة 2030 بأن نجعل الخدمات العدلية متاحة وسهلة وبسيطة ويمكن الوصول لها بشكل سهل. جميل. إلى الآن يعني حوالي 83 خدمة عدلية قدمتموها أو تقدموها عبر تطبيق ناجز، ما المستهدف في المستقبل مهندس بندر؟ سؤال أخير. المستهدف أنه كل الخدمات العدلية ستكون متاحة عبر التطبيق بالكامل، بحيث أنه كل الخدمات التي تقدمها الوزارة ستكون متاحة عبر جوالات المستفيدين حول الله. شكرا جزيلا لك المهندس بندر الصانع، وكيل وزارة العدل المساعد للتحول الرقمي والتطبيقات العدلية. شكرا لك مهندس.